النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، إليكم الأحوال الجوية المتوقعة بإذن الله. واعتبارا من يوم الخميس ستتأثر المملكة بمنخفض جوي، وبالتالي هذا المنخفض الجوي يصنف بأنه من الدرجة الأولى حسب تصنيف طقس العرب لشدة المنخفضات الجوية. وبناء عليه فإن الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء باردة نسبيا، غائمة جزئيا أو تظهر بعض السحب على ارتفاعات مختلفة. درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عمان 10 درجات مئوية، بينما الملموسة هي 8 درجات مئوية. الرطوبة النسبية مرتفعة نسبيا في الجو. أما المناطق التي ستتأثر بهطول الأمطار نتيجة تأثر المملكة بالمنخفض الجوي الذي يتوقع أن يبدأ تأثيره على المملكة وبإذن الله اعتبارا من يوم الخميس، بيكون تأثيره بشكل واضح على المناطق الشمالية في البداية، ثم المناطق الشمالية الشرقية، وتدريجيا خاصة في فترة ما بعد الظهر تتأثر المناطق الوسطى والشرقية، وفي المساء والليل تتأثر جزء من المناطق الجنوبية بهذا المنخفض الجوي وبهطول الأمطار بإذن الله، لتصبح الأمطار في معظم مناطق المملكة أو تسقط الأمطار في مناطق متفرقة من المملكة. الأحوال الجوية المتوقع خلال الثلاثة أيام القادمة: يوم الخميس أجواء غائمة جزئيا، تدريجيا تتحول إلى غائمة خاصة في المناطق الشمالية، يبدأ سقوط الأمطار في المناطق الشمالية، زخات متفرقة من المطر والمناطق الشمالية والشرقية، وتدريجيا تمتد خاصة في فترة ما بعد الظهر والمساء وليلة الخميس على الجمعة، تمتد الأمطار لتشمل مناطق مختلفة من المملكة. والحرارة العظمى المتوقعة يوم الخميس بحدود 14 درجة مئوية، هي تقريبا حول معدلها في مثل هذا الوقت من السنة. أما أثناء الليل يوم الخميس ليلا أجواء باردة نسبيا، غائمة جزئيا إلى غائمة، تسقط زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في معظم مناطق المملكة تقريبا خاصة الشمالية والشرقية والوسطى وقسم من المناطق الجنوبية. يوم الجمعة انخفاض واضح وملموس وكبير على درجات الحرارة، الأجواء باردة، درجات الحرارة أقل من معدلها بشكل واضح، والأجواء غائمة جزئيا، وتسقط زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر، والعظمى المتوقعة في عمان بحدود 10 درجات مئوية. أثناء الليل أيضا أجواء باردة غائمة جزئيا، في فرصة تضعف فرصة سقوط الأمطار لكن تبقى موجودة خاصة في المناطق الشمالية والشرقية من المملكة. يوم السبت ليلة الجمعة على السبت نتوقع أنه يتشكل الضباب، وبالتالي هذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح خاصة في مناطق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول. السبت استقرار على الأجواء لكن تبقى الأجواء باردة، تبقى درجات الحرارة أقل من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة على الأقل ما بين 3 إلى 5 درجات مئوية. العظمى المتوقعة في عمان 10 درجات مئوية، والأجواء أثناء الليل أجواء ضبابية يتدنى مدى الرؤية الأفقية لكنها باردة، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 7 درجات مئوية. ملخص الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة: منخفض جوي يبدأ تأثيره على المملكة خاصة المناطق الشمالية ابتداء من
يوم الخميس، وتدريجيا يمتد تأثيره إلى بقية المناطق. طبعا هذا يؤدي إلى انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة يوم الجمعة، وسقوط زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة، بدءا من المناطق الشمالية والشمالية الشرقية ثم المناطق الوسطى وجزء من المناطق الجنوبية. أعزائي المشاهدين، نتمنى للجميع السلامة، ولكم تحية.